سؤال الأخ أبو الأخ عبد الله الآخر يقول أن إمام مسجد يعطيه بعض المتبرعين مبلغ من المال يقول لشراء فاعنة وبعض حاجيات المسجد، يقول أنه أحيانا يمر بضيقة مالية يأخذ من هذا المبلغ، لكن آخر الشهر يقوم بأخذها من راتبه وضحى بدلا منها، هل صحيح فعل هذا؟ في قاعدة في الشرع لك وله وللجميع، ممتاز. من جاز تبرعه جاز تصرفه. يعني هذا المال الذي عندي أعطوني الناس، أو مثل ما ذكر السائل أن الناس يعطونه للمسجد، هل يجوز له أن يتبرع بهذا المال؟ الجواب لا، إذا لا يجوز تصرفه، فلا يجوز تصرفه لا أن يأخذ منه ولا أن يقرضه غيره، لأنه أمانة، لأن الإنسان ما يدري ماذا يعرض له. بارك الله فيك شيخ وسلام في علمك.